وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى أخبار الرياضة مباشرة من تلفزيون الجزائر. المستهل بختام النسخة 34 من نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم كوت ديفوار 2024. المشهد الختامي إذن احتضنه أمس ملعب الحسن وطرة بأبيجون الذي كان مسرحا للمباراة النهائية بين منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا. المنتخب النيجيري كان السباق الافتتاحي مجال التهديف عن طريق القائد ويليام تروست إيكانغ في الدقيقة 38 من الشوط الأول، بينما عادل فرانكيسي النتيجة في الشوط الثاني للمنتخب الإيفواري في حدود الدقيقة 62 قبل أن يضيف سيباستيان ألر الهدف الثاني للفيلة في الدقيقة 81. سيباستيان ألر، يلا هاي الكرة راح تكون عالية ويلا، ونهاية المباراة سيداتي أولوسي سادتي بملعب لاسان وطرا، وفوز كوت ديفوار على هذا. وسلم الرئيس الإيفواري الحسن وطرا الكأس بمعية رئيس الفيفا إنفانتينو ورئيس الكاف موتسيبي للاعبي منتخب كوت ديفوار، وبعد هذا التتويج ويعد الثالث للفيلة بعد نسختي 92 بالسنغال و2015 بغينيا الاستوائية. نتابع. الملك الذي لم يتوج بهذه الكأس كان مناصرا وفيا لهذا المنتخب منذ انطلاقه، وراح طبعا يسلمها لابنائه ادو لاسان وطرا، هو الذي سيسلم الكأس برفقة انفانتينو رئيس الفيفا رئيس الكاف موتسيبي تحت تصفيقات الجمهور. أكثر من 55,000 حضروا في هذه المباراة بملعب ألسان الوطرا أيضا، أو ألان ماكس ألان غرادال، ويفوز المنتخب طبعا الإيفواري بكأس إفريقيا للأمم لمرة الثالثة في تاريخه بعد 1992 بالسنغال و2015 أيضا، وفاز أيضا هذه المرة أمام الجمهور وعلى أرضية. هذا ونال قائد المنتخب النيجيري ويليام تروست إيكانغ جائزة أفضل لاعب في المباراة وفي البطولة عموما، نظير الأداء الكبير الذي قدمه والأهداف التي سجلها للنسور الممتازة. في المقابل حاز منتخب أو حارس مرمى منتخب جنوب أفريقيا ويليامز على جائزة أفضل حارس في البطولة بفضل تألقه وقيادته البافانا بافانا للفوز بالميدالية البرونزية، كما فاز لاعب منتخب غينيا الاستوائية إيميليو إنسيو بجائزة أفضل هداف في الدورة بتسجيله 5 أهداف رغم إقصاء منتخب غينيا الاستوائية من الدور ثمن النهائي. عقب هذا التتويج التاريخي عبر منتخب أو مدرب المنتخب الإيفواري إيميرس فاي عن سعادته الكبيرة بالتتويج باللقب بعدما كان الفريق على وشك الإقصاء المبكر من الدور الأول. j'arrive même pas à mesurer ma joie franchement لا أستطيع حتى قياس مقدار فرحتي صراحة، هذا عظيم ما يحدث لي. حلمت بالفوز بالكان كلاعب ولم أفعل، لم أستطع فعله. الآن كانت لي الإمكانية لفعل ذلك كمدرب، ورغم أنها جاءت في ظروف خاصة وغريبة، لأنه في يوم عيد ميلادي
كان علي تحمل عبء ذهاب جون لوي الذي أهنئه أيضا لأنه انتصاره أيضا. توليت تدريب الفريق ولم نكن متأكدين حتى من التأهل. كان عيد ميلاد من نوع خاص، وبفضل الله حصلنا على فرصة ثانية استغليناها كاملة، لعبنا حظوظنا للنهاية ولم نستسلم في سبيل الظفر بالكأس. You play until now with this system. You feel comfortable with this. Even after 1-1, I think our team. أن تلعب حتى الآن بهذا النمط فهذا يعني أنك تشعر بالراحة عندما تلعب به. حتى بعد تعديل النتيجة رأيت أن الفريق كان يلعب للأمام. غيرت لاعبين، غيرت الاستراتيجية فقط بعد تسجيل الهدف الثاني، لأنه بعد تعديل النتيجة فريقنا ضغط أكثر وفي المقابل تحمل ضغط المنافس. أعتقد أن تعديل النتيجة كان مستحقا لأنهم كانوا أفضل منا، لكن عندما سجلوا الهدف الثاني رأيت أن فريقي بحاجة إلى استعادة التوازن. في هذا الوقت رأيت أنني علي القيام بتغييرات، لكن في ذلك الوقت كنا قد تلقينا الهدف الثاني بسبب خطأ لأننا لم نستغل الكرة من الجانب الآخر. لكن أعتقد أنني حاولت إعادة التوازن بإقحام لاعبين أكثر حيوية لا يعانون من التعب، لأننا عندما تلقينا الهدف الثاني لاعبونا كانوا يعانون بدنيا قبل ذلك. إلى أخبار الكرة المحلية الآن، حيث فاز أتلتيك بارادو على اتحاد الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الديربي العاصمي الذي احتضنه ملعبه الخامس جويليا الأولمبي مساء الأحد في ختام مباريات الجولة 16 من بطولة الرابطة المحترفة. لم نراك بعد يا ياسين التراوية بولبينا، عاد الويرطاوي أيضا انطلق. لم أكن أعتقد بأننا سنراك هكذا، لم أكن أعتقد بأنك اختفيت يا ياسين تطراوي لتظهر وتبدع. خلينا يا ياسين نستمتع بها سويا، هكذا كانت الهربة. الكرة اللي صار عليها التنتيك في هجمة معاكسة سريعة خاطفة، التوزيع عرضية، كاسيس يسجل الثاني لأتلتيك بارادو. هدا الانطلاقة، هيئ له الكرة ياسين، قدم على طبق طويلة منه لطولينغا، ينطلق واحد ما هذه الفراغات، خطيرة. والثالث الهدف لأتلتيك بارادو في سيناريو غريب وعجيب وغير متوقع تماما. وحده تماما، الطريق كان مفتوح، لم يتمكن من المرور، مع ذلك استرجع، ما عندوش مساندة، لذلك يبذل كل هذا المجهود. الهدف الأول، لاتحاد الجزائر بأي جرينتا سجلت هذا الهدف يا باجا. سقط ونهض وصارع وفتح زاوية لنفسه وسدد وسجل، والأتلتيك لا يريد أن يتوقف، الرابع، عاد البولبينا لم يترك أنصار الاتحاد يفرعون، فيأتي الرابع في سيناريو عجيب وغريب ومجنون. استياء أنصار اتحاد الجزائر من هذا السيناريو. كرة أخرى، صاب، وخامس الهدف من كوعي لأحمد في سيناريو لم يكن يتصور أحد قبل هذه المباراة. سقوط حر لاتحاد الجزائر في مباراة غريبة للاتحاد. في كرة اليد الآن، عزز فريق مولودية وادي تليلات حظوظه في التأهل إلى دورة اللقب بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب شبيبة الصورة ضمن الجولة 13 من بطولة القسم الممتاز. محمد الأمين بقدوري. مواجهة بأهداف متشابهة بين صاحب الضيافة مولودية وادي تليلات وشبيبة الصورة في رحلة مواصلة السباق نحو دورة اللقب.
مباراة كانت متكافئة طيلة أطوار الشوط الأول في ظل الندية من الجانبين. المحليون حاولوا تنويع اللعب عن طريق الثنائي الزين وعلياوي في الهجوم إلى جانب تألق الحارس تحليتي. بالمقابل اعتمد الزوار على التسديدات عن طريق الخلفي زناتي والموزع فرحي دون نسيان تصديات الحارس برقوك لتنتهي المرحلة الأولى بنتيجة 12 إصابة لكل فريق. الشوط الثاني سار على نهج سابقه وتواصل فيه السجال والاندفاع البدني مع بروز خلف مولودية وادي تليلات حنتت من خلال تصويباته القوية إلى جانب شعال من جانب شبيبة الصورة. واستمر التعادل بين الفريقين إلى آخر الدقائق التي كانت مثيرة، وأخذت فيها المولودية الأسبقية بفارق إصابة واحدة سجلها الزين بطريقة رائعة. في المقابل ضيعت الشبيبة فرصة العودة في النتيجة بعد تضييعها لرمية 7 أمتار بواسطة فوفا. وبنتيجة 24 إصابة مقابل 23 انتهت أطوار هذه المباراة لتحقق مولودية وادي تليلات فوزا مهما رفعت به الرصيد إلى 18 نقطة في المركز الثالث، وبقي في رصيد شبيبة الصورة 14 نقطة. نبقى دائما بوهران. نادي أولاد الباهية للجيدو واحد من النوادي التي طبعا تألقت في السنوات الأخيرة من خلال الألقاب التي توج بها، كما أضحى خزانا للمنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها. محمد الأمين بقدوري ثانية زار النادي وأعد هذا الروبورتاج. بلوغ القمم صعب لكن البقاء فيها أصعب، قاعدة كسرها نادي أولاد الباهية الذي نجح في الحفاظ على لقب بطولة الجيدو حسب الفرق للمرة الثانية تواليا. كنا مصممين قبل ما ندخلوا البطولة الوطنية حسب الفرق، كنا مصممين باش ناخذوا اللقب لثاني مرة، وما زال رانا في تحضيرات المنافسات فردي. هذا التتويج شرفنا، حاجة تشرف سيرتو تشرف ولاية وهران. بدينا بريباراسيون تاعنا من سيبتمبر، رانا نخدموا وحنا كيما نقول لك نتجاوزوا مرحلة بمرحلة إن شاء الله. والحمد لله توجنا باللقب تاعنا بطل الجزائر مرة ثانية، وإن شاء الله مازال كاين باقي خير. هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ الجيدو الوهراني تجسد بفضل جهود الإدارة في توفير الإمكانيات المادية. السر تاع أولاد الباهية حنا ما نشوفوش فيها كفريق، نشوف فيها كعائلة. ربما الحمد لله المصارعين كما يقول لك ما خيبوناش، لأننا وفرنا لهم كل الإمكانيات. أي مصارع توفى الله شارع باغي بإذن الله النتيجة تكون ما شاء الله. أول سنة استدير المشروع تاعنا تمشت فيه السلطات المحلية دعمونا الحمد لله. السنة هذه بإذن الله كنا من حين نفوتوا عام آلاز بإذن الله. تحديات جديدة تنتظر الطاقم الفني الذي يطمح من أجل اللعب على كل الجبهات محليا ودوليا. احنا رانا نخدمه ورانا رانا هنا باش كما قال لك نجدوا المصارعين في احسن حال ان شاء الله. احنا حاطين لي زاتليت في كاع لي كاتيجوري، قعدنا واحد شاك كاتيجوري راه عندنا ليكيب ناسيونال، ماذا بينا ندو ماكسيموم تاع لي ميدال. هذا النادي الفتي صار اليوم من دون منازع مشتلة للابطال وخزانا للمنتخبات الوطنية. لحساب الموسم الرياضي الجاري احتضن مقر الأمن الولائي بممرداس فعاليات البطولة الجهوية للرماية بالمسدس بين المصالح، وقد جرت المنافسة في ظروف تنظيمية محكمة. دنيا حجاب. البطولة الجهوية للرمي بالمسدس الآلي ما بين مصالح الشرطة عرفت مشاركة أكثر من 100 رامي ورامية جاءوا من مختلف ولايات الوسط. حفل الافتتاح عرف حضور السلطات الولائية إلى جانب إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني. تجسيداً لمساعي المديرية العامة للأمن الوطني وتطبيق لتعليمات قيادتها الرشيدة وعلى رأسها السيد المدير العام للأمن الوطني، قصد النهوض بالرياضة وتحسين مستواها في صفوف قوات الشرطة. المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة لتطوير اختصاص الرمي بالمسدس الآلي في صفوف الجهاز من أجل تقوية تركيز رجل الأمن لإعطاء ديناميكية عالية أثناء أداء المهام. هذه المنافسة حتدور بين أعوان وذكور وإناث الشرطة،
نتمنى تكون منافسة قوية. هذا المجال هو المجال الأهم في سلك الشرطة، وإن شاء الله نهتم بها. احنا كرياضيين وممثلين لولايات الوسط نحاول تحسين قدر الإمكان من مستوى مهام الشرطة بهذه المنافسات الرياضية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني. وتبقى القيادة العليا للأمن الوطني من المؤسسات التنفيذية التي تهتم بالممارسة الرياضية لتزويد النخبة الوطنية بأحسن العناصر. ونختم مشاهدينا بلقطة اليوم التي جسدها الرئيس الإيفواري الحسن وترى مع لاعبي منتخب بلاده إثر التتويج باللقب القاري الثالث في تاريخ الفيلة. بهذا نختم معكم أخبار الرياضة. السلام عليكم ورحمة الله.